عشان نعرف النسب، يعني دي مراحل، يعني العلماء حطوا ضوابط لعلم النسب، مش عملية عبثية الإنسان يدعي نسب. من انت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، من انتسب إلى غير أبي أو تولى غير موليه فعليه لعنة الله، وأي لعنة الإنسان يأخذها إذا ما تحقق من أصله أصل. فنرجع للموضوع، إذا العلماء اهتموا لأهمية النسب لتحقيق الأنساب سواء أنساب العرب. وإن كان الحديث ده تحديدا أعتقد كان ليه علاقة برد الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع التبني، يعني انا عارف الحدث الحديث. نعم يا فندم. فهو كان بيحدد موضوع الانساب، بس خليني اعرف، انا عايز اعرف نسبي ايه، يعني انا مصري اصلا ولا مش مصري ولا لا اقول لك يعني تحقيق النسب، يعني انا لي كتاب اسمه قريش انسابه وامجاده، صحيح، ده بيتكلم عن شموليه قريش واللي دخلوا مصر. وبالمناسبه كمعلومه طريفه قد تشد الساده المشاهدين، انا لما عملت الدراسه دي، ودي حاليا دخلت للنشر حاليا، تبين لي من خلال الدراسه العلميه الاستقرائيه ان في 30 رجل من قريش حكموا مصر، منهم 16 رجل من بني هاشم. اذا بس المساله نتوقف 30 رجل يحكم مصر. انا انبهرت، ودي نتيجه لا علميه. لا استنى، دي معلومه. يعني انت حضرتك تاكدت ان في 30 واحد من قريش حكموا مصر؟ نعم، منهم 16 من قريش، من بني هاشم، من بني هاشم اللي هي اسره الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عمرو بن العاص من قريش طبعا. نعم، والتالي ابن سيدنا ابو بكر حكم مصر بعده، محمد ابن ابو بكر. وكذا استمرينا معاهم. الشاهد عشان الموضوع كبير ولا نخرج عنه، فنيجي يعني كده انا اكد بس معاهم 16 حاكم حكموا مصر ينتسبوا لقريش. نعم، منهم 16 من بني هاشم. من 16 من بني هاشم. نعم يا فندم. مين الاسامي ممكن نبقى احنا عارفينها؟ والله كثيره يا فندم، يعني لو دخلنا في تشيل، انت بتفتح معايا موضوع، عفوا يعني عايز وقت. انت حاج بحر معلومات. عفوا يا فندم. لا يعني اخد اكبر قدر من المعلومات في وقت ضيق طبعا. يعني مين من الاسامي مثلا ممكن تكون منتشره؟ والله كثيره، يعني كثيره. انا يمكن انت بتفاجئني بسؤال مفتوح. يعني انت قلت لك لا، زي مفاجاه بالنسبه لي ان نعرف ان في 16 ينتموا لقريش او ينتسبوا لقريش حكموا مصر. نعم، كثير يا فندم. وبعد كده عشان اختصر لك اكثر، ان الخلفاء العباسيين كانوا بيحكموا الدوله العباسيه على مدار، طبعا دي اعمل فروع بني عبد شمس من بني قصي من قريش. بني عبد شمس وبني هاشم اخوان. جدهم عبد المطلب، فكانوا يعينوا عاده اولادهم. هو بيكون خليفه عين ابنه حاكم على مصر، نظر لاهميه مصر وجيش مصر وموارد مصر، فكان عاده الخليفه بيعين ابنه لمكانه مصر العظيمه في الامه الاسلاميه. صحيح. كان بيعين ابنه عاده او ابن عمه لازم للتاكد. وده بينقلنا الموضوع، يعني حته عروبه مصر. هنا مصر العنصر، يعني برضو الامور متشابكه ومتداخله مع بعض. هنا برضو الهجرات العربيه كانت كثيره على مصر سواء قبل الاسلام او بعد الاسلام. يعني رصدنا احنا في دراسات جاده من مصادر رصدنا كثير من الهجرات كانت قبل الاسلام ثم بعد الاسلام. ويمكن سيدنا عمر كان عمل انظمه لهجره العرب من الجزيره العربيه والاستقرار حول النيل في مصر، وده موضوع طويل وتكلموا عنه وفعله العلماء والمؤرخين. لكن العنصر العربي دخل مصر كثير عبر التاريخ وبعد الاسلام كثير، ويمكن الصعيد يضج بالقبائل العربيه.